السلام عليكم. توفي 3 أشخاص اليوم الأربعاء في بلدية غورت بعد استنشاقهم لغازات سامة خلال قيامهم بأشغال داخل بالوعة لمتجر الصرف الصحي. الحادث وقع اليوم الأربعاء حسب ما ذكرته مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 1:52 ظهر اليوم، حيث أخرج العمال من داخل البالوعة بعمق 5 أمتار وعرض 1.5 متر، وتم إخراج الضحية الأول على قيد الحياة في حالة جد حرجة، فيما كان الضحيتان الآخران في حالة غيبوبة قبل أن يلقى 3 حتفاً بعد نقلهم للمستشفى رحمهم الله. وألهم ذويهم الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون.